نصائح لقص الشعر. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة. أعزائي عليك أن تقومي بغسل الشعر بالشامبو قبل القيام بعملية القص. ثانيا، قصي الغرة بشكل متساوي يساعد بشكل كبير جدا على توفير التناسق بين الشعر. أيضا الشعر القصير أعزائي يحتاج إلى عناية بسيطة. وأيضا أريد أن أوضح أن الإصرار على شكل أو على شكل تسريحة واحدة أفضل أن تقوموا بالتجربة، ومن الممكن أن يسبب ذلك إلى بعض المشاكل. وأنصح بقص الشعر في فترة الخريف، إذ يساعد بشكل كبير جدا على نموه بشكل أفضل والتخلص من التقصفات والمشاكل.